أولا أنا بشكر الدكتور عادل طه على دعوته الكريمة ليا لحضور المؤتمر وتقديم المحاضرة ديت، ودي طبعا ده كان اللقاء الثاني ليا أنا في جامعة طنطا، كنت السنة اللي فاتت برضه في مؤتمر الكلية، كان في السيشن بتاعة الأي سي يو. والموضوع النهاردة عن الكارديو بالمونري اكسرسايز تيستنج، ده طبعا موضوع يعني لحد ما سوفيستيكيتد وبيتعمل فيه ساعات ورك شوب خاص به نفسه، يعني احنا مره حضرت في القصر العيني من 10 سنين ورك شوب 1 ويك كامل من الصبح من 9 ل 2 ديلي عن الكارديو بالمونري اكسرسايز تيستنج عشان نفهم الفيز بتاعته ايه. فاحنا هنحاول بس النهارده جاست ان احنا ندي ايديا وندي اوت لاينز وندي بيزكس اوف كارديو بالمونري اكسرسايز تيستنج عشان يبقى الكونسبت موجود معانا. اذا كان كل السيجن المحاضرات الاساتذه الافاضل بيتكلموا عن ديفرنت اسبيكتس اوف بالمونري فانكشن تيست، فدي كلها بتبقى عن الريستنج بالمونري فانكشن تيست، يعني بيشنت قاعد او بيرسون قاعد في ريستنج بوزيشن وبيعمل سبايرومتري او بيعمل اي سي جي او خلافه. يعني التوك بتاعنا بيحاول يدي فكره جديده عن التستنج ديورنج اكسرسايز، بمعنى ان انا بحط البيشنت اندر ستريسفول كونديشنز عشان اوصل للكباسيتي بتاع البيشنت ده ايه، ولو كان في حاجه هيدن مش ما بتبانش في النورمال سيتويشن والريستنج سيتويشن تبدا تظهر معايا. الاوبجكتيفز بتاعتنا في المحاضره ان انا ابقى عارف يعني ايه كاردو بالمونري اكسرسايز تيستنج، وفي انتروداكشن بسيطه عن البيزكس والانديكيشنز والميثودولوجي والبارامترز والفاريبلز اللي انا بعمل عليها كومنت، وفي الاخر انتربريتيشن اوف ذا كاردو بالمونري اكسرسايز تيست. طبعا ده نموذج ومثال لعنوان المؤتمر بتاع الكليه السنه دي عن الانتجريتيف ميديسن وعن المالتي ديسيبلينري كونسبتس. المفروض ان انا وانا بايفالويت الشيست او الريسبيراتوري سيستم لازم احط ان كونسيدريشن الكارديو فاسكولار سيستم، واحط ان كونسيدريشن البلاد او السيركيوليشن، واحط ان كونسيدريشن المسل، واحط ان كونسيدريشن كمان النيورو سايكولوجيكال فاكتورز. فده الايم بتاعنا او ده الكونسبت بتاع الكاردو بالمونري اكسرسايز تيستنج، ان انا ما بعملش ايفالويشن تو وان سيستم سيبريت. ممكن كل سيستم يطلع كويس لوحده، لكن لما اجي اعمل انتجريشن مع سيستمز مع بعضيها وبحط اندر ستريسفول كونديشنز يبدا يطلع عندي في ديفكت معين. فالكاردو بالمونري اكسرسايز تيستنج از ديفايند از دياجنوستيك بروسيدور ذات انالايز اند ريسبونسز the responses and cooperation of the heart circulation respiration and metabolism during continuously increased muscular stress. يبقى انا بحط البيشنت under muscular stress والستريس ده هو increasing وابدا اشوف الريسبونس على مستوى الشيست ومع مستوى الهارت ومستوى المسلز ومستوى البلاد circulation، وده بيعطيني global assessment للسيستم زي ما بعضها، هل في الاخر الاند بوينت بتاعتي هتوصل ولا ايه؟ لان لو انا عملت شفت ايفالويشن ريسبونس سيستم ولقيت الجاد اكسشينج كويس، لكن في عندي ديفكت على مستوى السيلولر ميتابوليزم والابتيك بتاع الاكسجين والسيتور موف على مستوى السيلز، يبقى ايه الفايده؟ يبقى لازم اوصل ان الاكسجين اللي يبقى تيكن فروم ذا اير تو ذا بلاد لازم يصل الى التيشو، والسي او 2 يخرج من التيشو يصل الى ايه؟ الاتموسفير بسيركيوليشن مفيش فيها اي مشكله. فده بيعطي لي جلوبال اسيسمنت وانتجريتيف للبلمونري والكاردو فاسكولار والهيماتوبيوتيك والنيورو سايكاتري والسكريتال ماسل سيستمز ابارت فروم سيبريت انديفيديوال اورجان سيستم لوحده. وده زي ما قلنا الليفلز بتاعتنا، ان انا بعمل ايفالويشن للفنتيليشن وايفالويشن للسيركيوليشن وايفالويشن للسيلولار اكتيفيتي، وطبعا كل واحده من دول فيها ديفرنت ديفيكس ممكن تظهر معايا على مستوى الشيست في الاوبستراكتيف باترن والريستريكتيف والشيست وول والانفلتريتيف، وفي على مستوى الهارت في الهارت ديزيز سواء كوروناري وفاسكولار وانيميا، وعلى مستوى السيلولار باترن في ماسكولار ديس اوردرز واوبيستي. انا هنا الايم بتاعي برضو ان انا اوصل الى البيك والماكسيمم ريسبونس بتاع البيشنت، يعني البيشنت اوصل لاخره ايه. لكن اف لو البيشنت كان نورمال هيمشي معايا لحد اخر الطريق، لكن لو في اي ديفكت او في عنده بروبلم شيست او كارد او خلافه هيبدا يجي لي في النص يقف عند نقطه معينه عند صاب ماكسيمم ليفل معين، واقول ان هو خلاص وقف لحد هنا وما اقدرش اكمل التيست. ودي من النقاط المهمه، يعني التيست هنا مش ان انا بسيب العيان واسيبه مثلا مع تكنيشن واقول له شغل التيست لحد اخر، لا ده في ايتمز زي ما هنتكلم بعد كده
اوقف امتى التيست؟ عيني عليه لما يظهر سيمتومز معينه او ساينز معينه او داتا معينه اقول له وقف التيست خلاص، انت حد كده ايه ده اخرك او ده الماكسيمم بتاعك انت. طبعا برضو ده بيعطيني اوفر اول هيلث ستاتس ويديني الفانكشنال كاباسيتي بتاع البيشنت، لان هنا انا عاوز مش دورنج الريست خلاص بيجيب لي البارامتر بتاعته، لكن عاوز اشوف مثلا حتى لو بيرسون عادي نورمال بيرسون عاوز اشوف الكباسيتي بتاعته ايه. واحد راح يقدم في مدرسه رياضيه في مدرسه كوره كمال اجسام العاب قوه، عاوز يعرف الكباسيتي بتاعته ايه يقدر يوصل معاه لحد فين. ده مش هيقدر يحدده الا باستخدام الكارديوبالمونري اكسرسايز سيستم. وهنا بالايفالويشن بتاعي على مستوى الريسبيراتوري جهاز اكستشينج بيشمل ايتمز معينه اللي هي الاكسجين ابتيك والسي او 2 اوت بوت والمينت فنتيليشن، وبعمل مونيتورنج للاي سي جي والبلاد بريشر والبلاد اوكسيمتري. وهنا جمله مهمه جدا ديورنج سيمتوم ليميتد ماكسيمال بروجريسيف اكسرسايز تولرنس تيست، بمعنى ان انا عندي ليميتيشن للتيست زي ما قلنا سيمتوم ليميتد، يعني لو في سيمتوم بتظهر عندي اعمل ليميتيشن للتيست اوقفه. والحاجه الثانيه ان هو بروجريسيف انكريزنج، يعني ما بتخش على طول على اعلى ليفل، اخده ستيب باي ستيب وبعمل له مونيتورنج. طيب ايه الانديكيشنز اللي انا بحاول استخدم فيها التيست ده؟ اول حاجه ايفالويشن اوف اكسرسايز تولرنس، زي ما قلنا احنا عاوزين نعرف التولرنس بتاع البيشنت ده ايه او بتاع البيرسون ده ايه. ممكن يبقى نورمال بيرسون وزي ما قلنا رايحين نتقدم مع حد مثلا، رايح الشرطه رايح الجيش رايح كذا رايح اي مؤسسه يشتغل فيها، وعاوزين نعرف الفيتنس بتاعه ايه، راح يلعب كمال اجسام او رياضه او خلافه، فممكن اعرف التولرنس بتاعه وصل لحد فين. ثاني حاجه اعرف ايه الاكسرسايز ليميتنج فاكتورز اللي فيه، يعني لو في ليميتنج فاكتورز اقدر احددها، ممكن ما يظهرش عندي في 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 البيز لاين في النورمال اكتيفيتي بتاعته، لكن لما يبقى اندر ستريس اندر اكتيفيتي تبدا تظهر معايا. ثاني حاجه ايفالويشن اوف ان دايجنوز اكسرسايز انتولرنس، يعني في واحد بيجي بقى يقول لك انا يجي يشتكي يقول انا لما باجي اعمل رياضه بلاقي عندي مشكله من نفسي بيقف مش قادر اكمل مجهودي مجهودي بيقل حاجات زي كده. ودي هتبدا احدد بقى القصه بتاعته، هل هو كاردياك هل هو بالمونري هل هو انتجريتيف الاثنين مع بعض كاردو بالمونري، هل في الحالات الاكسبلين ديسنيا اللي احنا مش عارفين لها سبب نقدر نوصل لها. العيان بقى مهم جدا السيكتور بتاع الكاردو فاسكولار ديزيزز، سواء كان ان دايجنوز او سواء كان دايجنوز. الان دايجنوز بيبدا يظهر لي حاجات معينه زي الاي سي جي تشينجز وكلام زي كده، لكن لو هو دايجنوز كمان زي في حالات الهارت فيلير حالات الكاردك ترانسبلانتيشن في حالات الكاردك ريهابيليتيشن، العيان اللي مركب بيس ميكر العيان اللي فيه عنده اب نورمال بريشر بلاد بريشر ريسبونس، كل دول بيحتاجوا ايفالويشن بالكاردو بالمونري سايز تيست عشان اعرف الليميت بتاعه ايه. الهارت فيلر ده وصل لحد فين، اقدر اقول له يعمل مجهود ايه ما يعملش مجهود ايه. ساعات واحد يقول لك والله انا اقدر اسافر في مشوار طويل ولا ما اقدرش، اتعرض لستريس معين ولا ما اقدرش. فبدل ما يبقى السؤال والاجابه بتاعته باي اكسبيرينس كده وان شاء الله وربنا يسهل وتوكل على الله وروح وخلاص، لا انا اقول له اعمل التيست الفلاني وانت الهارت فيلر بتاعك ده وصل لليميت معين وتقدر تعمل المجهود الفلاني وهكذا. لو معين هعمل له ريهابيتيشن بروجرام وبادئ ببيز لاين معين، ابدا بعد فتره ايفالويت بعد ما بدا الريفريشن بروجرام بتاعه هل حصل امبروفمنت ولا ما حصلش ولا تشينج معين ولا ما حصلش. الريسبيراتوري ديزيزز وده طبعا سيكتور كبير عندنا، سواء قلنا ان دايجنوز او دايجنوز. الان دايجنوز كيسز من ضمنهم اللي دايما يجي لنا او الحاجه الكومون الانكسبلين ديسنيا، يعني تبقى في اكزيرشنال ديسنيا مش عارفين لها كوز، واما تعمل انفستيجيشن تبدا تظهر مثلا ايرلي مانيفستيشن للاي بي اف او انتشر بالمن فيبروز او خلافه. لكن لو عين كمان كان دايجنوز زي السي او بي دي والانترستيشنال لانج ديزيز والبلمونري فاسكولار ديزيز والسيستيك فايبروزس والاكسرسايز انديوز ازما او برونكوس باز والفانكشنال ايفالويشن، كل الحاجات ديت اقدر اعمل لهم برضه كاردو بلمونري اكسرسايز سيست. في حالات السي او بي دي بنستخدمه ليه بقى؟ لان في عيان بيبقى فيه مثلا في اوكالت هارت ديزيز في اسكيميا ما بيبقاش باينه، يعني اجي اعمل له اي سي جي اعمل له ايكو اعمل له مانيفستيكال كاردك ايفالويشن ديورنج ريستنج ما يبقاش ظاهر، لكن العيان ده بما انه في ريسك فاكتورز للكاردك انسلت ان ذا فورم اوف برورنج هايبوكسيميا برورنج هايبر كابنيا البيشنت ده هو الكوربه المونال والتشنجز دي كلها يبقى لايبل ان ديفلوبد
اسكيميا وتبقى اوكارد ما تبانش معايا، تبدا تظهر في الاستريس اي سي جي او الاستريس كارديو ساي تيست. العيان برضو اللي عنده هايبوكسيميا او اللي عنده اللي هعمل له ثيرابيتك انترفينشنز زي هعمل له هارت لنج ترانسبلانتيشن او هعمل له فوليوم ريدكشن سيرجري او خلافه، بعد ابدا اعمل له بيز لاين ايفالويشن واعمل له فول اب بعدها. العيان برضو السي او بي دي والعيان الكرونيك اللي هعمل لهم ريهابيتيشن بروجرامز وهبدا برضو بزيرو لاين معين، ابدا ايفالويت نفسي هل هو الفانكشن كاباسيتي بتاعته زادت ولا ما زادتش، ولا اتحسنت ولا ما اتحسنتش بالكارديوبالموري اكسرسايز تيستنج. حالات الاي بي اف برضه انستشن لانج ديزيز ان جنرال، سواء كان زي ما قلنا الاوكلت والايرلي ديتكشن للجاد اكستشينج، لان العيين دول دايما الايرلي مانيفستشنز بتاعتهم اكزيرشنال ديسنيا وكلينيكالي ما فيش فيه حاجه، الاكس راي مش فيها حاجه، حتى تعمل ايفن سي تي ما تلاقيش فيه حاجه، وتعمل اي بي جي اللي هيعوز النورمال، لكن لما تعمل البارامتر ده هي دورنج ستريسفول كونديشن تبدا تظهر عندك الايه الديفكس الموجوده على مستوى الانترستيشال باتر. في بقى البري اوبرتيف ايفالويشن زي ما قلنا بعض حالات اللنج ريسكشن سيرجري، لو عامل ليبوكتيمي او نيمونكتيمي او خلافه، العيان هعمل لنج فوليوم ريدكشن سيرجري في حالات الامفيزيما، العيان هعمل ميجور ابدومينال سيرجري، في بعض حالات البلمونري ريهابيليتيشن امبيرمنت وديسابيليتي. في بعض حالات بتيجي مثلا زي بتبقى بقى حاجه زي الكومبنسيشن، عيانين واحد مثلا في مصنع معين وجاله وديفلوبد نتيجه الانفيرمنتال فاكتورز اللي موجوده، بدا يدخل في انترستيشال لانج ديزيز او سي او بي دي او خلافه، وعاوز كومبنسيشن وعاوز ياخد ميديكال ليجال ريبورت معين يفيده في يرفع قضيه على شركه يرفع قضيه على كذا. الحاجات دي بيبقى في دوكيمنت معين اللي احنا بنستخدم له الايه الكارديوبالمونري اكسرسايز تيست. وفي اذر فيلز زي ما قلنا سبورت ميديسنز، يعني العيانين في الطب الرياضي انا عاوز اشوف الفيزيكال بيرفورمانس بتاعه اخباره ايه، اشوف الاكسرسايز بريسكريبشن بتاعه هعمل له برنامج تاهيلي ازاي واطور من اداؤه ازاي وهكذا، اعرف الكواليتي اوف تريننج بتاعته. الاوكيوبيشنال ميديسنز سواء هنشتغل بقى في حاجات يعني ممكن هو طبيعه شغله هيشتغل في دايفنج، هيشتغل في اماكن هيتعرض فيها لستريسفول كونديشن، فلازم الاول اشوف هو الكباسيتي بتاعته تستحمل الوظيفه ديت ولا لا. والعيانين مثلا البري اوبرتيف ايفالويشن والريهابيتيشن بروجرام زي ما قلنا قبل كده. ده الى حد ما كان ملخص لمعظم الانديكيشنز اللي ممكن نستخدمها فيه، سواء كان في البراكتس بتاعنا كحاجه ديزيز بيشنت او سواء في الاذر انديكيشنز في السبورت ميديسن والاوكيوبيشنال هيلث ديزيز وهكذا. يعني الميثودولوجي بقى ازاي بنشتغل، عندنا طريقتين، لا اما يكون في تريد ميل او سايكل ارجوميتر، والسايكل ارجوميتر بيفضلوه شويه عن التريد ميل، وده الشكل بتاعه زي العجله كده ويبدا ايه يشتغل فيها. وفي فيديو صغير وده الشكل الثاني بتاعها ومتوصل طبعا بالسيستم اللي ورا ده، ودي بقى الايه التريد ميل اللي هي زي السير كده اللي بيبدا يجري عليه ويبدا المجهود بتاعه يزيد واحده واحده ونشوف التشنجز بتحصل فيه ايه. مهم جدا ان الاكويبمنت الموجوده او السيستم اللي موجود عندي زي اي جهاز، زي السبايرومتري العادي، زي اي الاي بي جي، زي اي جهاز، زي اي لاب حتى، لازم يتعمل له كاليبريشن، لان الجهاز ممكن يطلع لي ابنورمال بارامترز لو ما اتعملوش كاليبريشن كويس وابدا اخد سيجن غلط مع ايه مع العيان، فلازم يتعمل له كاليبريشن. وفي كمان فيسيولوجيكال كاليبريشن، ان انا اجيب حد من الـ من الـ من الفنيين الموجودين او الناس المحيطين بالمكان ويعمل التيست على نفسه عشان اقدر اطلع الايه هل الجهاز شغال مظبوط ولا لا. فالكاليبريشن مهم عشان خاطر استخدم الايه الفاليتي بتاعت الريزلت بتاعتي مظبوط. الريبروديوسيبيليتي دي مهمه، ان انا برضو الجهاز كل الكلام ده عشان خاطر بس الجهاز بتاعي يكون مظبوط، لازم يكون عندي الكتالوج بتاع الشركه وازاي اعمل له كاليبريشن عشان الريزلت بتاعتي ما يبقاش فيها مشكله. طب انا جاي للبيشنت نعرف الستبس بتاعتنا بقى نشتغل ازاي. اول حاجه دايجنوزس اوف ذا بيشنت، اعرف البيشنت دوت ايه المشكله بتاعته، ايه الريزون ليه انا هعمل له كارديوبالمونري اكسرسايز تيست. تاني حاجه في كوتشينير هيتملى ده عن الكارديوبالمونري فيزيكال اكتيفيتي،
بعرف الاسئله والاجوبه بتاعته ايه، والهيستوري تيكنج والاكزامينشن، والكون البيز لاين تيست اتعملت. يعني ما اجيبش واحد على طول او حطه على الكاردو بالمونري اكسرسايز تيست من غير ما اكون عامل له الريستنج سبايرومتري والشيست اكس راي والاي سي جي والحاجات دي كلها، وابقى عارف ايه الانديكيشن والكونتر انديكيشن بتاع الكاردو بالمونري اكسرسايز تيست. يعني ما اجيبش عيان مثلا عنده اكيوت ام اي واقول له انا هعمل لك كاردو بالمونري اكسرسايز تيست عشان اشوف الكباسيتي بتاعتك ايه، او في اريزميا موجوده حاليا او شجد او خلافه، كل الحاجات دي كونتر انديكيشن. طبعا لازم يوقف السموكينج والاكسرسايز بتاعه، ما يبقاش فيه اكسرسايز قبلها، ويظبط الميديكيشنز بتاعه، ما يبقاش ضرر تاثر على الايه؟ على المانوفر. وبيدخل بقى زي ما قلنا الحاجات اللي قلناها قبل كده، ده تلخيص ليها، ان بيبقى في الكنترول كواليتي كنترول بالنسبه للكاليبريشن بتاع الجهاز والبريبريشن، واللي بيبقى فيه فاميلياريزيشن وتشرح العيان. يعني ما اخدش الواحد على طول وادخل على طول واعمل التيست كده، لا اعمل له اكسدينيشن واقول له هتمشي خطوه خطوه، ما تقلقش لو حصل هجان ولا وجع في صدرك ولا كده، هنوقف الاختبار وتعرفني وتقول لي، وانت عينك برضو معاه، هيبدا يبقى فيك سيلف كونفيدنس ويبدا معاك واحده واحده يكمل التيست. طبعا بيتوصل بقى الاي سي جي والبلس اوزيمتري والبلاد بريشر والارتيريال لاينز، وبنبدا نشتغل ايه التيست بتاعنا. طبعا في داتا هتطلع زي ما اقول بعد شويه بنعملها بروسيسنج. طبعا ده سوفت وير، يعني زي سيستم كده على الكمبيوتر، زي برضه السبايرومتري والحاجات ديت، بياخد الداتا اللي موجوده وبيعمل لها انتربريتيشن، وهنقول بعد الداتا المهمه اللي بتطلع ايه. وبيبقى في عند ريفرنس فاليوز، والريفرنس فاليوز دي ده لازم تكون موجوده، ده ان هي بتختلف على حسب الريس، على حسب السكس، على حسب الايج، كل الحق والهايت والويت والكلام ده، كل دي بارامترز بتدخل، بحيث ان هي بقول الريفرنس فاليو للشخص ده هو زي البالمر فانكشن العاديه، المفروض الاكسبكتد بتاعه يكون كذا وهو جاب كذا، وبالتالي اقدر احسب الايه الاكشوال من البريدكتد واطلع النسبه بتاعته تطلع كام. بعد كده بقى في انتجريتيف ابروتش، زي ما قلنا بقى احنا بنعمل انتربريتيشن للداتا دي كلها مع بعضها عشان اشوف البيشنت ده وضعه ايه، واكتب الريبورت في الاخر. وديت يعني زي دياجرام كده للحاجات اللي احنا قلناها ملخصه ورا بعضها. ده سلايد بتجمع لي كل الكونترا انديكيشنز ويذر ابسوليوت اور ريليتيف، اهمهم طبعا كلها او معظمها تبقى حاجات كارديا زي الاكيوت ام اي، الانستيبل انجينا، انكنترولد اريزميا، سينكوب، الاندوكاردايتس، مايكاردايتس، بريكاردايتس، سيفير اورتيك ستينوزس، انكنترولد هارت فيلير. العيان بقى اللي عندنا احنا في ريسبيراتوري فيلير، في بالمونري ايديما، انكنترولد ازما، اكيوت نوكوزجينت بالمونري ايديما، كل الحاجات ديت ما ينفعش اخد عيان اكيوت واعمل له الاستريسفول كونديشنز دي، لازم كنترول الاول. طب دي مهم جدا بقى، امتى اوقف التيست؟ يعني العيان البيشنت واقف وبدا يشتغل التيست معايا وبدات تظهر عندي علامات معينه قايل عليها، زي ما قلنا المونيتورنج البيشنت مهم جدا. اول حاجه واهمهم الشيست بين، لو بقى في شيست بين يبقى سجست في الاسكيميا اوقف التيست، لو في الاي سي جي بدا يظهر فيه اسكيميا تشينجز اوقف التيست، او لو بدا يظهر فيه اكتوبكس اوقف التيست برضه. هارت بلوك سكند او ثيرد ديجري، لو حصل تشينج بقى في البلاد بريشر بتاعه، في فول في السيستوليك بريشر اكتر من 20 ملم مركري فروم ذا هايست فاليو دورنج ذا تيست، يعني شفت اعلى فاليو ايه وقل عنها فجاه كده قل 20 ملم مركري، او هايبر تنشن بدا ضغطه يعلى 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 معايا وصل ل 250 على 120 اوقف التيست. السيفير دي ساتوريشن، يعني الساتوريشن بتاعه اقل من 80%، او بدا بقى في حاجات جنرال البيشنت بقى صادن كده، بقى فيه سيفير بالور، في لوس اوف كوردينيشن، ما بقاش ياخد ودي معايا في الكلام، في بقى كونفيوز مش مركز، بقى ديزنس، بقى فينتنس، هيدخل في ساينز اوف ريسبتور فيلير، هيبقى سيانوز، هيبقى كذا، كل الحاجات دهيت مهم جدا ان شاء الله حتى اكتبها جنبي كده اهوت وعيني عليها، اول ما تظهر عندي حاجه ابدا اوقف التيست واشوف البيشنت هيعمل ايه. قبل بس ما اكمل الجزئيه الثانيه دهيت، انا عشان بس المحاضره ما تبقاش فيها نظر كتير، في بس فيديو صغير كده هيلخص لنا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، مش عارف ده عشان مثلا في نوع من التخيل المانوفر ايه والتيست شكله ايه، عشان ما يبقاش كله كلام ثيوريتيكال ورا بعضه يعني.
ديت شكل المنظر بتاع التست نفسه، والعيان راكب الارجومتر وبدا ايه يتوصل بالتوصيلات بتاعته وبدا يشتغل ايه على الاكسرسايز تيستنج ستيب باي ستيب، والدكتور واقف جنبه ما بيسيبوش ما يفرقوش، وعينه على الايه على البارامتر اللي احنا قلناها على المونيتور. المهم طبعا الجزئيه الاولانيه اللي هي البيشنت سيليكشن بتبقى يعني مهم ان انا اخد بس شيت من البيشنت عشان بس الوقت ما نضيعوش. ويبدا هنا يوصل بقى الايه التوصيلات بتاعتنا، نشوف البلاد بريشر بتاعه والحاجات ديت. ويبدا يعمل له اكسبلانيشن، يعني يشرح له المانوفر شكلها ايه وهتعمل ايه، وحط كل السيل دي كل الاكويبمنت اللي بيستخدم متوصل بالبيشنت عشان اقيس البلاد بريشر واقيس الساتوريشن واقيس الفلو بتاع الاير والاي سي جي بليز. ودي بقى التريسنج بتاعت الايه الايتم اللي تطلع عندي على المونيتور. هو شغال طبعا كل شوية بيزود اللود عليه بحيث يزود ال وده طبعا عينه على المونيتور بيقدر بيعمل انتربريتيشن للداتا اول باول عشان لو ظهر اي سي جي تشينجز ولا حاجه يوقفه يقول له وقف التست خلاص كفايه كده. ودي طريقة التوصيل بتاعته. وده الأوزيميتر، فرصة الأوزيميتر. وده عشان يقيس الفلو بتاع الاكسجين. مش هنكمل بقى الايه الجزء الثاني اللي هو الايه ايه الميجرمنتس اللي احنا بنقيسها وازاي نعمل بقى انتربريتيشن. في فاريبلز كتير، والفاريبلز ديت بتقيس لي البالمونري جاديتي تشينج، الاسيد بيز بالانس، السيمبتومز بتاع البيشنت، الفنتلاتوري ديس اوردر، الكاردو فاسكولار ايفالويشن، الميتابوليك جاديتي تشينج، الاكسترنال ورك بتاع البيشنت. في فاريبلز كتير موجوده قدام كل واحده بتقيس حاجه معينه. احنا هنقول بس الحاجات المهمه اللي هي تعتبر زي الترمينولوجي بتاع كل ايه بتاع كل حاجه، زي ما السبايرومتري العادي له لغه معينه، الاف اي في 1 لها معنى، الاف اي في سي لها معنى، الاف اي في 1 والاف اي في سي ريشيو لها معنى، السمول ايرويز لها ارقامها وحاجتها. برضو الكاردوبالمونري اكسرسايز تيستنج له الترمينولوجي بتاعه وله اللغه بتاعته. اول حاجه مهمه اللي هي الاكسجين ابتيك. الاكسجين ابتيك ده معناه الفوليوم اوف اوكسجين اكستراكتد فروم ذا انسبايرد اير ان ا جيفن بيريد اوف تايم. يعني انا عندي الاير اللي داخل دوت، بشوف الفوليوم بتاع الاكسجين اللي بيبقى اكستراكتد ويدخل جوه البلاد قد ايه، وده بيتقاس يا اما بالملي لتر بير مينيت او اللتر بير ايه بير مينيت.
المقابل له على مستوى الانترنال سيركيوليشن تحت على مستوى التيشو عشان اشوف الدنيا ماشيه سموث ولا ايه كده، بيبقى الايه الاكسجين كونسومشن، وهي الاماونت بتاع الاكسجين اللي تبقى اكستراكتد من البلاد تدخل جوه الايه جوه التيشو. نورمالي الاثنين بيكونوا ايه ايكوال لبعضه. يبقى ديت اول فاريبل مهم عندي ان انا اقيسه اللي هو الاوكسجين ابتيك. لو الامور ايكوال وسموث وكويسه يبقى البيشنت دوت الهارت والكاردو فاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم والسيركيوليشن والتيشو والميتابوليزم كلهم انتاكت مفيش اي مشكله، بما فيهم كمان النيورو سايكولوجيكال فانكشن والموتور سيستم، كل دول كلهم مفيش مشكله. لو في بقى حصلت مشكله فيها ابدا افكر في الخطوه اللي بعدها ايه. ايه الفاكتورز اللي بتافكت الاوكسجين ابتيك؟ اول حاجه الاكسجين كارين كاباسيتي عن طريق البلد الهيموجلوبين، الكاردياك فانكشن كاردياك اوت بوت، البلد ايه لو في عين شوكد او خلاف لو عين انيمي، التيشو نفسها لو في اي مشكله على مستوى التيشو على مستوى الميتوكوندريا على مستوى الميتابوليزم بتاع التيشو هيقدر عندي مشكله. يبقى ده يعتبر الفيرست او الكي بتاعي او اول ايتم عندي ان انا اشوف الاكسجين ابتيك بتاعه كويس ولا ايه، لان ده هيفاليويت كل السيستم ديت في وان ايه ايتم واحد بس. في حاجه اسمها الماكسيمم زي ما قلنا، لو البيشنت دهوت وصل للماكسيمم بتاعه والكيرف بقى بلاتو خلاص يعني وصل كده 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 وما عادش قادر يكمل، يعني هو خلاص جاب اخره وفضل على كده يبقى عمل البلاتو بتاعه، يبقى ده ايه خلاص الماكسيمم بتاعه. لو ما قدرش يجيب بقى ما وصلش للبلاتو ووصل للابر ليميت وجاله سيمتوم زي اللي احنا قلناه قبل كده خلاص يبقى وصل للبيك بتاعه، والبيك بتاعه كذا وقف التست على حد هنا. ونورمالي المفروض ان هو يوصل الى 84% من البريدكتد، يعني مش لازم يوصل للبلاتو بس على الاقل يصل الى 85-84% من البريدكتد بتاعه. وده شكل الايه دايما بقى الاوكسجين ابتيك ده بيتاخد ويتعمل كريليشن او كورليشن مع بقيه الايتمز اللي هتيجي بعد كده، عشان هو زي ما قلنا ده الكروت بتاع ده ايه الكي بتاعنا ده الاولاني، وبعد كده اشوف الريليشنز بتاعته مع بقيه الايتمز ايه. فاول حاجه الريليشن بينه وبين الورك ريت اللي هي بتقاس بالوات بتبقى لينير، يعني خط مستقيم، يعني كل ما الورك بتاع الشخص بيزيد كل ما الاوكسجين ابتيك بتاعه ايه بيزيد زي ما هو موجود عندنا في الدياجرام ده لينير ريليشن شيب. ولو حصل اي ديكريز او ريدكشن يبقى معنى عندي ديزيز اما في الهارت او في اللنج او في السيركيوليشن او في الماسكولو سكيليتال او بور ايفورت، البيشنت نفسه مش قادر يكمل التست لوحده او في اي مشكله عنده او خايف او عنده انكزايتي. والنورمال الفيجرز بتاعته الاوكسجين ابتيك بيبقى من 3.5 مللي بير كي جي بير مينت، يعني في الادلت حوالي 250 مللي بير مينت، والاوكسجين الماكسيمم بقى بتاعه ده الريستنج الماكسيمم بتاعه بيصل الى من 30 ل 50 مللي بير كي جي بير مينت، يعني بيصل الى 15 تايمز من البيزل. يعني اي واحد نورمال طبيعي ان هو مقدر الكباسيتي بتاعته تصل الى 15 تايم من البيز لاين بتاعه. الرياضيين بقى والتريند اثليتس ممكن يصل الى 80 ملي بير اور، يعني يوصل كمان ل 20 تايم تقريبا يعني بالكيلو جرام بير مينت. لو حصل ديكريز بقى في الماكسيمم ده يبقى قلنا ده حاجه اي في عنده حاجه جنرال افكشن. طيب ده يبقى اول حاجه عندي اللي هو الاوكسجين ابتيك، وديت زي ما قلنا علاقتها بالورك ريت. تاني حاجه بقى بنقوم مدخلين الاوكسجين ابتيك دهوت ان ريليشن للهارت ريت، يبقى انا دخلت سيستم تاني معايا اللي هو الهارت ريت كانديكيتور للهارت او الايه الكاردياك بيرفورمانس بتاعه. فالاوكسجين ابتيك ان ريليشن تو هارت ريت نورمالي باكثر من 80، وده اماونت اوكسجين اكستراكتد بير هارت بيت، يعني كل بيت الاماونت بتاع الاوكسجين بتاعته بتصل بتبقى قد ايه. وديت لها علاقه بالستروك فوليوم والاكسجين اكستراكشن و انديكيتور للكاردياك ديسفانكشن لو عندي مشكله، لان هنا دخلت ايتم ثاني او فاريبل ثاني ما هوش ريتد للريسبيراتوري سيستم او الايه الجزء الاولاني اللي هو الايه الهارت ريت. لو لقيته فيه لو اوكسجين بالس يبقى عندي مشكله في الكاردو فاسكولار سيستم او البور ايفورت بتاع البيشنت في الدي كونديشننج والايرلي اكسرسايز ليميتيشن في حالات الريسبيراتوري ديزيز. وديت الريليشنز او اللي بتبقى موجوده بين الاوكسجين ابتيك وبين الهارت ريت، ويطلع منها بالايه بالاوكسجين بالس في الدياجرام ده. طيب الايتم الثالث اللي هو السو 2 اوت بوت، يبقى انا عندي الاوكسجين وعرفته لوحده وبعد كده عرفته ان ريليشن للهارت ريت يبقى اسمه اوكسجين ابتيك واوكسجين بالس. بعد كده السو 2 بقى على الـ على الايه على الجانب الاخر اللي هو السو 2 اوت بوت. الاوت بوت ده معناه ايه؟ معناها الاماونت بتاع السو 2 الاكسهيلد فروم ذا بودي بير يونت اوف تايم، زي الاوكسجين بس في الاتجاه المعاكس، يعني الاوكسجين الاماونت اللي بتدخل السو 2 الاماونت اللي بتخرج بير ايه بير يونت اوف تايم. وديت السو 2 اوت بوت لازم تكون برضه ات ذا سيم ليفل
مع الاكسجين مع السي او 2 برودكشن على مستوى التشو، يعني كميه السي او 2 اللي بيخرج على مستوى التشو تبقى ايكوال للسي او 2 اللي هو بيبقى ريموفد من الايه من السيركيوليشن للاتموسفير، الاثنين يكون ايكوال مع بعض. حاضر. احنا مثلا يعني نستعرض بسرعه كده الايه الايتمز مع بعضها، الاكسجين ابتيك مع السي او 2 اوت بوت اللي المفروض ان هم لينير مع بعض اهو. وعندي بس نقطة مهمة عشان أوصل لها اللي هي الأنيروبيك ثريشولد. الأنيروبيك ثريشولد ده من الحاجات المهمة إن أنا لما ألاقي المفروض الـ هنشوفها على الكيرف يبقى أحسن. المفروض إن عندي ريليشن بين الأكسجين أبتيك مع CO2 أوتبوت بيبقوا لينير مع بعض كده لحد بوينت معين. لما يحصل تشينج في السلوب دهوت والسي او 2 بيبدا يعلى معايا، يبقى دي معناها ان عندي الداد انيروبيك ثريشولد بتاع الايه البيشنت لحد هنا. نورمال المفروض يكون فوق ال 40، يعني عند النقطه ديت المفروض فوق ال 40%. لو بقى اقل اكتر من كده او الانيروبيك ثريشولد اقل عن كده، يبقى معناها ان انا عندي ديفكت عندي في الايه على المستوى الميتابوليزم والسيلولر باترن بتاع البيشنت. الكاردياك بارامتر اللي احنا بنشوفها الكاردياك اوت بوت، واخد بالك، وده بيبقى انديكيتور له الهارت ريت زي ما قلنا قبل كده، ودخل في الاوكسجين بالس والستروك فوليوم. احنا برضه هنمر بسرعه بس على الكلمات مش هنقف فيها عشان الوقت برضه. وعند الفنتيلاتوري بارامترز اللي هي المينيت فنتيليشن والتايدال فوليوم، واقدر اطلع بالماكسيمم مينيت فنتيليشن واترحم الماكسيمم فولنتري فنتيليشن واحسب الايه الريزيرف بتاع البيشنت قد ايه. النورمال ريزيرف عندي بيكون اكتر من 15%. دي طبعا كيرفات كتيره بقى مش هنقف عندها لان ديت كلها كورليشنز بين الايتمز وبعضها وبعض، لكن هم دول اهم ايتمز بيكونوا عندي بعمل لهم انتربريتيشن ويقدروا يحددوا لي البيشنت ماشي في اي اتجاه. الايتم الاولاني اللي هو الاكسجين ابتيك وعلاقته بالبلس يبقى اوكسجين بلس والسي او 2 اوت بوت. الانتربريتيشن ان انا اخر ايتم يعني في الموضوع كله ان انا الداتا ديت مش عاوز اخدها كسنجل ايتمز، بعمل لها انتربريتيشن بحيث ادخلها مع بعضها بحيث اقول في الاخر ايه الديزيز اللي عندي اللي ممكن اطلع به. وبرضه عشان التايم انا بس هقول الحاجات المهمه لان في حاجات كتيره من دي قلناها قبل كده. ده سلايد بتبين كل النورمال فاليوز الحاجات اللي احنا قلناها سواء الاوشن ابتيك او الانيروبيك ثريشولد او الهارت ريت او الهارت ريت ريزيرف والحاجات دي كلها الاوشن بالس دي النورمال فاليوز، يبقى ده موجوده قدامي عشان ابقى عارفها، لان الريزلت عندي بتظهر في صوره تابيوليتد ارقام وفي صوره فيجرز او جرافيكس زي اللي احنا ايه قلناها من شويه. وانا عشان برضو اللي يبقى الكلام سمبليفايد شويه لان انا بقول الموضوع برضو محتاج مره ثانيه، الدايجرام ده او السلايد ده هي بتلخص لي الموست امبورتنت ديزيز اللي انا عاوز اوصل لهم في الاخر وكل واحده الديفكت بيكون فين، سواء ريسبيراتوري ديزيز او كاردياك ديزيز او بالمونري فاسكولار ديزيز او الدي كونديشننج. بشوف الـ كلهم بيكون فيهم الاكسجين ابتيك قليل، يبقى ده الاولاني خالص. بعد كده على حسب بقيه الايتم اقول انا ماشي باي سكه. لو لقيت الفنتيلاتور ريزيرف عندي قليل والالفراتوري اوبشن تنشن تيرفرنس قليل بدا يزيد، يبقى انا عندي عيان ده ريسبيراتوري ديزيز زي السي او دي منتشر لانج ديزيز. لو لقيت عندي الانيروبيك ثريشولد والهارت ريزيرف قليل يبقى عندي مشكله كاردياك ديزيز. لو لقيت عندي الالفراتوري اوبشن تنشن هو اللي قليل هو اللي زايد اللي فيه المشكله عندي يبقى عندي بالمونري فاسكولار ديزيز. لو لقيت تقريبا كله نورمال او نين نورمال ما عدا اول واحده بس اللي هي الاوبشن ابتيك، يبقى عندي دي ايه مشكله دي كونديشننج او ايه افورت. ثانك يو، نشكركم. ولو بس انا